عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله. والتائب حبيب الرحمن. الحمد لله. أنا النهاردة معاك قصة شاب تائب لربنا. الحمد لله. أنا عايزك تلخص لنا قصة. أنت كنت شقي وكنت بتشرب حاجات وحشة تغيب على العقل، ودلوقتي ما شاء الله عليك بشوفك على طول في المسجد ومن رواد المسجد وبشوفك ماشي بما يرضي الله. ده بفضل ربنا. ايه اللي خلاك تتحول المسار ده من الشمال لليمين بفضل ربنا عز وجل نمره واحد؟ ايه اللي حصل معاك؟ ثانيا انا جربت حاجات ياما وحشه في حياتي، مفيش حاجه نفعتني الا سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي واقف معايا في اي محنه بقع فيها. فلقيت اللي انا بعمله دوت غلط، يعني انا بحذر من المكان دوت صحاب السوء اللي هم بيقعدوا في المجالس الشيطانيه. انت منين يا محمد؟ انا من كرموز. احسن ناس يا حبيبي. حبيبي يا استاذ. انت الاول يعني والدك والدتك موجودين؟ والدي متوفي بقاله 4 سنين وانا بصرف على والدتي. الله يرحمه. كبيره وعلى بابا الله وانا على الله برضو. بس ارجع احذر الناس اللي هي ما بتصليش وبعيدة عن ربنا، الموت بيجي في اي وقت ولاي سن. انت بتلاحظ دلوقتي الموت ما بيفرقش من كبير ومن صغير، فما بالك انت بقى لما تموت وانت بعيد عن ربنا. فانا بنصح الناس ان هي تقرب من ربنا مش اكتر ولا اقل. ربنا يبارك. وجرب، انت جربت الوحش جرب الحلو ودوق طعم الحلو بتاع ربنا، وشوف ربنا هيزيد لك بركه في حياتك وهيزيد لك نور وايمان، وهتلاقي نفسك مرتاح نفسيا من جوه منك. ولو عندك ضغوطات في الشغل ضغوطات في البيت هتلاقي ربنا بييسر لك الامر، لان ديننا يسر مش عسر. وربنا انت ما شاء الله عليك. انت قبل ما بشوفك كنت بتصلي، كنت بشوفك بتساعد الناس، الاقيك ماسك واحده كبيره بتعديها، الاقيك بتساعد الناس وبتجري في الخير، بس كان الالتزام وكان الشرب المكيفات. استاذي يعني مش قادر اقول لك بيستحوذوا على البني ادم، يعني الشيطان لما بيوصل. طب انت ليه ما كنتش تقول لهم لا في الوقت ده؟ انت كانوا هم مسيطرين على دماغك. الشيطان كان متمسك فيا جامد ومش عايزنا اتجه للطريق لربنا، فانا استعست من الشيطان ونويت من جوه مني ان هي سليمه ان انا اغسل قلبي. ربنا يثبتك. ربنا يثبتك. وعلى الله كله على الله. ربنا يا رب يثبتك ويكبر بخاطرك يا رب. ودايما كده اشوفك في الجامع واشوفك في المسجد. عايز اقول كلمه اخيره بس قبل ما اقوم، ان الناس اللي ما بعيد عن ربنا ديت لازم تقرب من ربنا سبحانه وتعالى في اقرب وقت، عشان الموت ما بيفرقش من كبير ومن صغير. ان شاء الله. وليه قاعده معاك تاني ان شاء الله. الله ربنا يحفظك.